تخصصو فيا وحاولنا ما امكن الاولى واحد التوزيع اللي هو اكاديمي كيخضع الشروط ديال الكتابه الموسيقيه المعاصره خصوصا الكتابه التالف الموسيقيه ديال متعدده الاصوات اللي هي الهارمونيه والتطابق الصوتي اللي هي التطابق الصوتي كذلك. وحاولنا ما امكن ندخل جميع الالات الموسيقيه المتاحه بين الالات الوتريه من واحد النوع اللي قلنا ديال التوازن بين الالات الوتريه والالات الهوائيه كذلك الخطاب الايقاعي. بطبيعه الحال ما ننساش بان الصوت البشري كان حاضر هنايا باش غنينا بالطريقه اللي هي ديال الحضره ولكن كذلك غتكون عندها توزيع موسيقي خاص بهذه المناسبه. نعم كنلاحظوا الطابع الروحي والديني يعني الاغاني الصوفيه يعني واش الاختيار الفني زعما بالنسبه لكم واش عندكم يعني شي اختيارات فنيه؟ هو في الحقيقه كان هناك تم الاحياء بكل وتعطي الاطلاله على التراث الموسيقي ديالنا بانه هو زاخر واحد مجموعه ديال الافكار ومجموعه ديال المقومات الثقافيه والحضاريه وكان عنده الجانب الروحاني بطبيعه الحال بغينا نعطيوها القيمه ديالته وهي القيمه يكون فيها طبعا حتى تلاحم ديال الموسيقى وديال الالوان الموسيقيه المعاصره. يعني المنطقه الشماليه معروفه بالتراث الفني الصوفي يعني بالنسبه لكم خاصه تطوان يعني معروفه كانت ليس فقط جزء من الطرق يعني الطرق بغيت تقول الفرق اللي كانوا الصوفيه ماشي كانوا الزوايا ولكن يعني كنلاحظوا بان الاحياء الى التراث بالنسبه للمنطقه الشماليه وصارت تطوان بصفه خاصه يعني كنحطوا الاطلاله اكثر على القيمه الفنيه القيمه التراثيه الحقيقه هي المخزون ديالنا الثقافي. ما ننساوش بان المخزون ديالنا الثقافي في الحقيقه هو غني وفيه مجموعه ديال الانماط الموسيقيه ولا فقط ماشي فقط هي الموسيقى الحضاره العائشيه او الحضاره الشماليه بصفه عامه ولكن كذلك الموسيقى الاندلسيه واحد مجموعه من العيطه الموسيقى ديال الجبليه واحد مجموعه ديال المقومات اللي خصنا نعطيهم قيمه نرجعوا لهم قيمه واحد الصوره واحد التاليف الموسيقي جديد التوزيع اللي كيكون كيخرج على النمط ديال طبيعه الحال كنخضعوا الشروط ديال الكتابه ان المحافظه على التراث كما كان ولكن يعملوا اضافات اخرى كتعبير موسيقي نوع من التعبير الاداء المعاصر. كاين شي واحد البروفه الفنيه ولا التدريب يعني بالنسبه لكم هذه الفرقه يعني الموسيقيه يعني كاين جلسات تدريبيه يعني بالنسبه لكم زعما الفرق ديال التطوير ديال هذا البدايه كانت فقط فكره لملا اغناء المدينه واحد الجانب اكاديمي جديد وكان فكره ومن بعد حاولنا فكرنا ان الموضوع يكون حلم ومن بعد الحلم الحمد لله اللي وصلنا انه يكون واقع وجمعنا بين ثلاث من الاساتذه ديال التعليم الموسيقي اللي هما على مستوى ديال منطقه الشمال لا فقط على العرائش والعشاء العرائش القصر كبير تطوان كذلك واحد مجموعه ديال الاخوات والاخوه المشاركين في هذا المجال هذا وكل واحد كيحاول يعمل يحط اللمسه ديالو الفنيه على هذا العمل هذا الجديد وعمل اكاديمي حقيقه بامتياز وحاولنا ما امكن يكون هذا الانصهار ديال الثقافات يكون محصور في واحد العمل اللي هو تراثي مغربي. نعم العمل ديالك انت يعني الخاص ديالك بالنسبه لك التجربه ديالك اللي كتكلم عليها شويه ما كيعرفش التجربه ديالنا المصابه ديالي الحقيقه بدينا في التعليم الموسيقي هذه تقريبا ما يوازي 30 سنه في التعليم الموسيقي بطبيعه الحال بدينا كاساتذه ديال التكوين الموسيقي والاله البيانو ولكن كذلك عملنا تخصصات اخرى دراسيه اللي هي التوزيع الموسيقي التالف الموسيقي كذلك الاكوستيك يعني حاولنا ما امكن نخدموا على واحد المجموعه ديال المقومات العلميه والاكاديميه وكنحاولوا ما امكن دابا ندمجوها في هذه الكتابه الموسيقيه المعاصره نحاولوا ما امكن نستغلوا هذا الجانب اللي هو الاكاديمي على الاسقاط ديالته على التراث الموسيقي المغربي.